الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الأحد 4 أيلول سبتمبر 2016، عنا مصباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. اليوم هيك مثل ما دايما بنقول، ابتسموا، عطوا هيك حواليكم كل الأشخاص طاقات إيجابية، عطوهم فرحة. دايما بنقول أقل شغلة ممكن تعطوها لحيالها شخص تاني هي ابتسامة، بلاش بتعدي وبتخلي اكيد الاشخاص اللي قدامكم يبتسموا لكم، وهذا لحاله بيعمل عرفين بالجميل لكم لانه انتم بتحسوا حالكم فرحانين. نحن بنبتسم لكم عبر الشاشه وبنحس حالنا فعلا وصلنا لكم هالشغله وين ما كنتم موجودين ببيوتكم، وايضا بنحس حالنا عم نجرب يمكن نرجع نشوف الابتسامه بعيونكم وبنشوفها كمان على شفافكم. انما بنتمنى انه على القليل نقدر نبلش النهار بابتسامه حلوه ونقدر نبلش النهار بعرفين للجميل وخاصه بحمد لربنا لحتى نقول له الحمد لله على كل النعم اللي عم نقطع فيها، وللاسف مع كل الصعوبات لازم واحد دائما يفكر قديش بده يقدر يتخطاها وباي سهوله ممكن يقدر يتخطاها اذا هو كان عنده الايمان والامل فيها. اليوم مع احتفال الفاتيكان وحضور اكثر من 100,000 شخص الى الفاتيكان بساحه القديس بطرس لتطويب الام تيريزا اللي توفيت بسنه 97 لتطويبها تكون هي قديسه، قديش هالسيده الكبيره قدرت تعطي بحياتها وقدرت فعلا تقدر كل الاشخاص اللي حواليها، الاشخاص المحرومين اللي عاشوا بالهند واللي بهالمنطقه صارت تعرف حاليا بكلكتا، قديش عطيت من قلبها، قديش دعمت الفقراء، وقديش كمان بواجهت بحياتها انتقادات عديدة. صحيح حازت على عدد كتير كبير من الجوائز ومنهم جائزة نوبل للسلام، كتير قالوا انه ما عملت شيء، ما قدرت تشفي كتير ناس من امراض عضال، انما هي قدرت تعمل فعلا امور كتير حلوة. بكفي قديش كبرت، قديش تعبت، قديش تعذبت، ضلت الابتسامة على وجهها لاخر نهار بحياتها، ولهلا بعدنا بنتذكرها بابتسامه صغيره على وجهها. كان دائما تجرب تكون قريبه من الفقراء وتساعدهم وتخفف عن الامهم، لان هدول الاشخاص هن فئه كثير كبيره من المجتمع بكل انحاء العالم، وهن بحاجه فعلا لايد تطبطب على كتافهم تامن لهم لقمه عيش كريمه حتى يحسوا حالهم فعلا هن انسان بشر عم يقدروا يعيشوا على هالارض، يقدروا يعيشوا فيها بسلام مع عائلتهم ومع مجتمعهم. اليوم اكيد حدث كثير كبير، كثير من الاشخاص توجهوا لهونيك وراح يكون برعايه البابا فرانسيس، واكيد حدث كثير مهم بخلينا نحس قديش اشخاص بس يكونوا زرعوا فعلا بسمه وروح حلوه خلال حياتهم على الارض بيستحقوا ايضا تطويبهم كقديسين. اليوم شيف عبد الله وانا رح نترافق معكم بعالم الصباح. صباح الخير شيف. صباح الخير لك غيدة ولجميع المشاهدين، وهالمقدمه هيك اللي بتعطي من البسمه اللي قلتيها ببلاش لا تطويب القديسه تيريزا. يعني كل هيدي هيك الصبحيه بتخلي الواحد يقول الحمد لله مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها، بنقول كل يوم الحمد لله وبنشكر ربنا. اكيد هيدا الشيء فعلا هيك بفرحنا، خاصه انه انت دائما عندك مائده طيبه قدامنا، والحمد لله فعلا في بكفي قدامنا قطايب عديده رح نتعرف عليها خلال عالم الصباح اليوم مثل العاده معك شيف عبد الله، بالاضافه لفقراتنا العديده وكل اللي قادرين يحضرونا هلا مباشره على الهواء عظيم، ما قادرين تشوفونا بشكل مباشر بتتابعونا على الاونلاين على اللايف ستريمينج على futuretvnetwork.com وبتتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي طيله النهار. رح نبدا مباشره مع كارمن والابراج. صباحكم بالخير، اليوم الأحد 4 أيلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان والأجواء جيدة اليوم للأبراج الهوائية، عم نحكي عن موالي برج الميزان، عم نحكي أيضاً عن الجوزاء وكذلك الدلو، كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل، بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل يمكن تكون مزعوج شوي، ليش؟ لأنه القمر الموجود برج الميزان بشكل نوع من معاكسات، نوع من عوائق، بتحس حالك إنك معصب من شخص، يمكن هالشخص ما خصه بشيء، هي نفسية، بتقدر تطول بالك لحتى يمشي نهارك بخير. تبقى المواليد الأكثر تعبا حاليا 14 و15 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار بشغلك كتير، لكن من المستحسن انك تشتغل اليوم وتخلص الامور المهمة، لانه في اليومين والثلاثة المقبلين رح بتكون الاجواء شوي صعبة. بشكل عام الجو بيساعدك منه ضدك، وبالتالي معلش اذا شديت الهمة شوي. تبقى المواليد الاكثر حظا اليوم 5/6 19 و20 ايار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء هيدا نهار كتير حلو، هيدا نهار بيخدم مصالحك، انت بحاجة لهالايام الحلوة بشهر سبتمبر، وبالتالي كل ما يكون عندك نهار حلو حاول تستفيد منه، مثل هيدا النهار، شو بيحمل لك نهار؟ مصالحات، حب، تقارب وحظ حلو. الأوفر حظا مواليد 26 ل 31 أيار مايو. منكمل مع برج السرطان.
بالنسبة لبرج السرطان بتحس حالك شوي معزول عن العالم الخارجي، وذلك يمكن بسبب نفسيتك، يمكن بسبب مطالب العيلة أو مطالب أمور شخصية. ما ضروري تكون الجو صعب، ما ضروري يكون في مشاكل، يمكن فقط أنت مشغول بأحد أفراد العيلة، عم بتحضروا شيء، عم تنقل، عم بتسافر، عم ترجع من سفر، يعني مش بالضرورة تكون الأجواء سلبية، لكن هنالك بعض القلق. بتبقى المواليد الأوفر حظا 3، 4، و5 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. من أهم الأيام بهيدا الشهر للمفاوضات، للحكي، للتعبير عن الرأي، لتوصل فكرة، لحتى توصل لعند حدا أنت. هنالك باب مفتوح بالرايح وبالجاي لحتى أنت توصل اللي بدك إياه. وبتبقى المواليد الأوفر حظا 1، 2، 3، 17، 18 آب/أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الأجواء اليوم بتعطيك دعم معنوي، ويمكن يكون في خبرية حلوة بتشكل بالنسبة لك دعم معنوي أكثر وأكثر، يمكن يكون في ربح مادي، ليش لا؟ بعض مواليد برج العذراء عم بيفكروا بمالياتهم، بحساباتهم، وأيضا بفواتيرهم، ويمكن بعلاماتهم المدرسية والأكاديمية. تبقى المواليد الأكثر حظا حاليا 21/22 أيلول/سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان من هلا تقريبا ل 22 الشهر، الاجواء عندك نوعا ما عم بتراوح مكانها، لكن لانه اليوم القمر موجود ببرجك هنالك نوع من ضوء اخضر لحتى انت تاخذ قرار يتعلق بهالامور اللي انت بدك تنهيها، وبالتالي رح بتحس انه في وضوح بالرؤيه، ورح بتحس وكانك قادر انك تاخذ قرار، ويمكن بعض المسائل منها لحالها رح تتحلحل. الاكثر حظا 29 و30 ايلول سبتمبر. بننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار ما في شيء، هذا نهار ما بتقدر تتكل فيه على أي تطور، وأي تطور معقول يكون أو يصير إذا أنت كنت لجوج ما يطلع ضدك، وبالتالي عود عاقل، ترك العالم تمشي على هواها، أنت اشتغل باللي عندك إيه وما تاخذ أي قرار. تبه من المحتالين. بشكل خاص إذا كنت من مواليد أكتوبر، الأوفر حظا نسبيا 3، 4، و5 نوفمبر. بنكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس الجو اليوم بيطلب منك انك تمد ايدك للاخرين، لانه الجو رح يفتح لك مجال للتعاون، لايضا الدعم، للمساعدة، رح يساعدوك، رح بيزقفوا لك، هنالك قدرة لحتى انت تخرق بعض الحواجز. اجواء جيدة لكن ايد وحدة لحالها ما رح يمشي الحال. كون حذر جدا. مولود 2، 3، 7، 8 ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الجو متقلب، لكن الجو العام حلو، يعني مثل ما بيقولوا صيفة غيمة صيف وعابرة، لذلك طول بالك، لازم تعطي أفضل ما عندك. يمكن يكون هيدا نهار كتير 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 مهم، ويخليك تتقدم خطوة وخطوتين. الأوفر حظا 18-19 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو الأجواء حلوة، منعشة، جديدة بالنسبة لك، بتساعدك وبتفتح قدامك باب للمغامرة، للتقدم، للتجدد، وبالتالي حان الوقت لتدخل على حياتك شيء جديد، أو لحتى تطرح أنت مشروع وخطة جديدة أو قلبك. 26-31 كانون الثاني يناير الأوفر حظا. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هيدا نهار بيساعدك لحتى انت تقدر تتخطى وتصلح اخطاء اللي صارت باليومين الثلاثة او الاربعة اللي مرقوا. من هلأ ل 22 ايلول سبتمبر الاجواء متقلبة، وبالتالي منا بحاجة لحتى انت تولعها لانه بتولع بسرعة. اليوم مطلوب انك تصلح الاخطاء وترد الامور لمجراها الطبيعي بقدر المستطاع. الاقل حظا 28 شباط فبراير او 29 شباط، 1 و2 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة، هيدي سنة يمكن تفتح قدامك باب المنافسات، باب الترشحات، هيدي سنة يمكن فيها امتحانات أكاديمية أو حتى مهنية. بجميع الأحوال سنة كتير مهمة وهنالك بوادر إيجابية للنجاح. أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير، أيار مايو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، أكيد رح يكون معنا جون على يوتيوب، خليكن معنا.